هذا ثار حتى يخلي الكوربس لوتيوم، اذا تتذكرون شيء اسمه الجسم الاصفر، هذا اذا ما صار حمل راح يصير جسم ابيض كوربس البيكنس، بينما اذا لا استمر الحمل فلازم يبقى حتى يبقى يفرز بروجستيرون يعني يحمي بطانة الرحم حتى يهيئها لاستمرار نمو الجنين. فشنو اللي يخلي باقي هذا الكوربس لوتيوم او الجسم الاصفر؟ وجود هرمون الـ HCG اللي ينفرز من نفس الجنين حتى يبقى هذا الجسم بالاوفري بالمبيض شغال وينتج بروجستيرون. هذا الهيومن كوريونيك جونادوتروبين يبدا ينفرز بالاسبوع الثاني by the end of second week، يعني نهاية الأسبوع الثاني تقريبا راح تكون كميات المفرزة من السنسيشيوتروفوبلاست لهذا الهرمون اللي اسمه هيومن كوريونيك جونادوتروبين HCG راح يكون كمياته كافية حتى ممكن أنه يتم اكتشافها بالمختبر بالدم أو حتى بالإدرار بالبول، which serve as a basis of pregnancy test. معناها اختبار الحمل اللي للدم او للادرار، اختبار الحمل هو عباره عن اكتشاف وجود او عدم وجود واكتشاف ممكن حتى كميه هذا الهرمون اللي ينفرز منين؟ من السنسيشيو تروفوبلاست. ايش وقت نهايه الاسبوع الثاني؟ اذا احنا نعيد ذاكرتنا، الفرتلايزيشن تقريبا يصير بالميد سايكل، تقريبا بالميد سايكل يعني المنسترول سايكل الدوره الشهريه اذا كانت طبيعيه 28 يوم تقريبا تصير الاباضه يوم 14 والفرتلايزيشن بهذا اليوم. ف شلون الام او المراه تشك انه هي حامل؟ من يجي موعد السايكل الاخرى ما راح تنزل عليها سايكل، ما راح يصير منسترويشن او نزول دم الدوره الشهريه، فراح تشك انه اكو احتمال وجود حمل. فشنو اللي يسوي؟ يروح يسوي يقول سوي اختبار حمل. عليه من يعتمد هذا الاختبار الحمل؟ على ال HCG هومن كوريونيك جونادوتروبين اللي بعد اسبوعين، يعني نهايه الاسبوع الثاني من عمر الجنين اللي هو من 14 يوم الى حد 28 يوم تقريبا من الدوره الشهريه للمراه اللي تتوقع بها الدوره الثانيه، ما راح تنزل الدوره الثانيه، تشك انها حامل، تسوي البريجننسي تيست. شنو اللي نقيسه او اللي نكتشف وجوده، وجود حمل او عدم وجود حمل؟ هو هرمون HCG. فهذا هو ما يخص البريجننسي تيست، وان شاء الله يكون واضح. موضوع جدا مهم هو الفولدنج. انتهينا بالاسابيع الاول والثاني والثالث انه الجنين يتكون من اوتر سيل ماس وصار سايتوتروفوبلاست وسنسيشيوتروفوبلاست. سنسيشيوتروفوبلاست تكونت اللاكيوني وصار اليوترو بلاسنتال سيركوليشن، وسوت الفيلاي برايمري فيلاي، وبعدين راح يعني تتطور الى سكندري فيلاي. البرايمري فيلاي الكور اوف برايمري فيلاي يعني الماده الوسطيه، الكور يعني قلب البرايمري فيلاي هي السايتوتروفوبلاست. اذا دخلت بيها الاكسترا امبريونيك ميزوديرم راح يصير الكور مالتها، اذا اكسترا امبريونيك ميزوديرم يصير سكندري، واذا صار بي بلود فيزلز راح يصير تيرشري فيلاس او فيلاي. هذا فيما يخص الاوتر. تكلمنا ايضا على الانر، هذه المحاضره الاولى انهينا الكلام بيه، بالمحاضره الثانيه صار تركيزنا على الانر سيل ماس الامبريوبلاست، قلنا راح ينقسم الى ايبوبلاست وهايبوبلاست بالاسبوع الثاني. بالاسبوع الثالث راح تبدي اهم مرحلة أو أهم تحول بالأسبوع الثاني، هو عملية سميناها الجاستروليشن اللي هي تكوين 3 جيرم لايرز، اكتوديرم ميزوديرم اند اندوديرم. بالأسبوع الثاني كنا نسمي هذا الامبريو الامبريونيك سيلز هي باي لامينر جيرم ديسك، يعني ديسك يتكون قرص تقريبا شكل الجنين، يتكون من طبقتين ايبوبلاست هايبوبلاست. بالأسبوع الثالث راح يصير هذا الجنين يتكون من ثلاث طبقات هي الاكتوديرم ميزوديرم اند اندوديرم، وقلنا كل واحده راح تنطي ديريفيتيفز خاصه بها، جيف رايز سبيسيفيك ديريفيتيف فور ايتش جيرم لاير. هذا الامبريونيك ديسك، هذا ديسك احنا الجنين راح يتكون جسم، جسم الى ابعاد ثلاثي الابعاد وبي تجويف داخلي، وقلنا ايضا اشرنا اشاره بسيطه انه التجاويف الداخليه هي اجت من الفراغ اللي ينشا منين بين اللاترال بليت ميزوديرم، راح تنقسم الى سبلانكنيك اند سوماتيك لاير، الفراغ اللي بيناته هو اللي راح يسوي لنا الانترا امبريونيك كافيتي
اللي هي مثلا chest cavity يعني تجويف الصدر، او الابدومينال كافيتي تجويف البطن. شلون تتكون هذا الجسم الانسان؟ شلون كان عباره عن ديسك يصير لنا جسم وله هيئه وله ابعاد ثلاثيه؟ هو بعمليه الفولدنج، فولدنج الانثناء. عندنا مرحلتين او نوعين من الفولدنج اللي راح يصير بهذا الامبريونيك ديسك، هاي الانثناء او الطيه اللي راح تصير بالديسك حتى تكون الجسم النهائي للجنين وبعدين هو جسم الانسان لاحقا. نوعين وهسه راح نتكلم عنها. اذا ردنا نقربهن بمثال، هي تشبه اللفه او الساندويتش، يعني كانما قطعه الخبز هي جزء من هاي الديسك اللي راح يلتف حول المكونات. هاي الصورة توضح لنا هاي الثري جيم لايرز، الأزرق هو الإكتوديرم لوناه، والأحمر هو الميزوديرم، والأصفر هو الإندوديرم. الكافيتي اللي تواجه الإكتوديرم هي منو؟ الأمنيوتيك كافيتي، بينما الكافيتي اللي تواجه الإندوديرم هو هي منو؟ الديفينيتيف أو السكندري يورك ساك. زين، اذا نعاين على الديسك واحنا موجودين منين اندرنيث، يعني احنا اذا نفترض انفسنا جاي نصور موجودين داخل اليوك ساك الديفينيتيف يوك ساك، شنو اللي راح نشوفه؟ نشوف فقط اللون الاصفر. معناها شنو نشوف احنا هنا منا؟ نشوف فقط الاندوديرم، نشوف فقط الاندوديرم. معناها اذا انا موجود حاليا كاميرا موجوده داخل اليوك ساك الديفينيتيف يوك ساك او سكندري يوك ساك وجاي اصور الترايلامينر ديسك او القرص الجنيني، شنو اللي اشوفه فقط؟ اشوف فقط الاندوديرم. زين، اللي راح يصير شنو؟ راح الاكتوديرم يبدي يلتف، الاكتوديرم راح يبدي يلتف وكل الديسك برايلامينر ديسك راح يبدي يلتف. هذا الالتفاف من جهه الراس ومن جهه ذيل الجنين، يعني سيفالو الجهه الراسيه او كرينيو الجهه القحفيه، كودال الجهه الذيليه. فالطيه الاولى يصير انطواء منين؟ الجهه الراسيه والجهه الذيليه، هذا طيه وهذا طيه. اوكي؟ فراح يبدي الفولدنج. نوب تيل فولد، اذا هيد فولد سيفالو، بعدين تيل فولد اللي هي كودال بارت الجهه الذيليه. فشوفوا يعني كانما احنا بالبدايه هنا التفت هاي الطيه الراسيه والتفت الطيه الذيليه فصار بهالشكل. زين؟ سمينا هذا الفولدنج شنو؟ سيفالو كودال فولدنج، يعني الطيه الراسيه الذيليه. سيفالو جهه الراس، سيفالو معناها الراس، كودال معناها الذيل، الجهه الراسيه الذيليه سيفالو كودال فولدنج، هذا الالتفاف الاول او الطيه الاولى. بالاضافه الى طيه اخرى على جانبين، احنا عندنا الجهه الراسيه والجهه الذيليه، فجانبي الجنين هي اليمين واليسار، نسميه lateral folding. راح يصير هو شنو؟ lateral folding. اذا عندنا نوعين من الطيات اساسيه، اولا سيفالو كودال فولدنج اللي هي الجهه الراسيه والجهه الذيليه، وعندنا lateral folding اللي هي طيات جهتي اليمين وجهتي اليسار. فبالنهايه راح يكون كانما انفلوب. فاللي كنا نشوفه احنا بالبدايه فقط اللون الاصفر بسبب انه اندوديرم، بسبب هاي الطيات نوعين الطيات راح يكون لون الازرق، راح يكون الخارجي. ولذلك احنا اذا تذكرون قلنا انه الاكتوديرم هو يسوي كونتاكت وذ ذا اوتسايد وورلد، يسوي لنا الابيديرمس بشره الجلد، بشره الجلد. ليش؟ لان راح يحيط بكل الجنين فهو راح يكون للخارج، بالاضافه الى انه كونه يكون النرفس سيستم وهو ايضا يسوي كونتاكت وذ ذا اوتسايد وورد. هذا هي يعني تصور من تصورات، يعني هاي طريقه لتصور الفولدنج. طريقه اخرى للتصور شلون راح يصير الفولدنج، ايضا نتصور انفسنا، نتخيل انفسنا احنا جاي نشوف فقط الاندوديرم، معناها احنا هسه موجودين، اذا اشوف اللون الاصفر فهو احنا جاي نشوف فقط الاندوديرم، معناها احنا هسه موجودين وين؟ بيا كافيتي بالديفينيتيف يوك ساك. زين، كانما مثل الجزلان، شايفين الجزلان اللي من تشد ال
اطراف يعني الخيط مالته راح ينسد بالضبط. نفس الفكره، نفس الفكره اللي صارت، اللي صار سيفالو كودال فولدنج اند لاترال فولدنج، وتلتم وين؟ ان ذا فنترال بودي وول. راح تسوي لنا فنترال بودي وول، يعني فنترال معنى انتيرير، يعني الجسم راح يتكون عندنا الدورزال الظهري، الجهه الظهريه من الجسم، والجهه الاماميه او البطنيه من الجسم. شلون تكونت؟ تكونت بسبب هاي الطيات، سيفالو كودال فولدنج اند لاترال فولدنج. الان نتكلم عن نفس الجنين، الان نتكلم عن نفس الجنين. هسه تكلمنا، اعطينا امثله له مثل الانفلوب ومثل هذه شغله الجزلان حتى نتصور شنو اللي صار. هسه نجي لنفس الجنين، هذا هو الجنين، هاي الطيات الطبقات الثلاثه اكتوديرم ميزوديرم اند اندوديرم، وهاي التو كافيتيز، كافيتي عليا هي امنيوتيك كافيتي، وكافيتي للاسفل اللي هي تواجه من الامنيوتيك كافيتي تواجه الاكتوديرم، والديفينيتيف يوك ساك يواجه منه الاندوديرم. اذا راح نسوي بالامبريو ساجيتال سكشن، ساجيتال سكشن هو اللي يقسم الجسم الى جهه يمين وجهه يسار. عندنا السكشنز او البلينز بالبودي، ممكن اكو ساجيتال سكشن، هذا اولا هو يقسم الى يمين ويسار، وعندنا ترانسفيرس سكشن هذا يقسم الى اعلى واسفل، واكو شيء اسمه كورونال سكشن هذا يقسم الى امام وخلف. فهسه احنا راح نتكلم عن نوعين من السكشنز، ساجيتال سكشن هذا يقسم كل جسم الى جهه يمين وجهه يسار، وهاي النقاط الحمراء هي راح تبين لنا مكان الانقسام، راح ينزل بلين مستوي يقسم لنا الجنين على هذا المستوى الى يعني هاي الطبقه الديسك تراينامينال ديسك راح تنقسم الى قسمين يمين يسار حتى نشوف شلون يصير هذا الفولدنج. اوكي رسمت هنا هذا الترايلامينر ديسك، اول مره كان ايبي بلاست وهايبو بلاست، طبعا هذا الامنيوتيك كافيتي، هنا اليوك ساك ثلاث طبقات، الطبقه اللي بالوسط هنا ما واضحه هي الميزوديرم. راح تبدا الطيه الاولى هي منه هاي الجهه وهاي الجهه الاخرى، وظهور البريمتيف ستريك يحدد لنا انه احنا وين، الجهه الذيليه، لان البريمتيف ستريك يظهر بالكودال بارت اوف ذا ايبيبلاست، معناها الجهه الاخرى هي الجهه الراسيه. فهاي الجهه باعتبار هذا البريمتيف ستريك، فهاي الجهه هي الجهه الذيليه وهاي الجهه هي الجهه الراسيه، راح يصير سيفالو كودال فولدنج، هذا السهم الابيض وجهه الراس والسهم الاسود بجهه الجهه الذيليه، فراح يصير الفولدنج الاول اللي هو سيفالو كودال فولدنج. شوفوا بدا الفولدنج، اوكي بدا الفولدنج، فراح اللي يصير شنو، انتبهوا اللي راح يصير انه الاكتوديرم راح يغطي كل الجنين، الاكتوديرم نهايه هذا الفولدنج يغطي كل الجنين. المساله الاخرى الاكتوديرم يواجه منه من الكافيتيز، يواجه الامنيوتيك كافيتي، فمن يفتر ايضا يفر ويا الامنيوتيك كافيتي، فراح ايضا تحيط الامنيوتيك كافيتي بكل الجنين. جاي يشوفون السهم الابيض والسهم الاسود على الجهه الراسيه والجهه الذيليه من الجنين، هاي الامنيوتيك كافيتي كانت فقط تحيط يعني فقط تقابل الاكتوديرم، بسبب هذا الفولدنج شوفوا راح تحيط تقريبا بكل الجنين، وخلت المكان ما كان كل الاندوديرم مقابل لليوكساك، بسبب هذا الفولدنج خلت اتصال الاندوديرم اللون الاصفر باليوكساك فقط مكان جدا ضيق، فقط مكان جدا ضيق اللي هو بالمستقبل راح يكون مكان ارتباط الجنين بالامبلايكال كورد، وبيتصل ايضا بالمشيمه هذه المنطقه. فشوفوا فشنو اللي راح يكون بالنهايه بهذا الفولدنج، الاكتوديرم راح يحيط بكل الجنين بسبب هذا السيفالو كودال فولدنج، و الاميوتيك كافيتي ايضا راح تحيط بكل الجنين، والاندوديرم اللي كان يقابل بشكل واضح الديفينيتيف يوك ساك راح يتصل به اتصال عن طريق قناه فقط، بسبب انه الاميوتيك كافيتي احاطت بهاي الكافيتي الاخرى اللي هي اليوك ساك وضيقت مدخلها المن للاندوديرم. هذا التصور الاول.
إذا أخذنا ساجيتال سكشن، إذا أخذنا قسم يقسم لنا الإمبريونيك ديسك إلى يمين ويسار. نجي إذا سوينا ترانسفيرس سكشن، نفس هذا اللي صار، شنو اللي راح نشوف بيه؟ ترانسفيرس سكشن قلنا راح يقسم الجنين إلى أعلى وأسفل. ساجيتال سكشن قسم القرص الجنيني إلى يمين ويسار، بينما الترانسفيرس سكشن راح يقسم الجنين إلى قسمين أعلى وأسفل، جزء رأسي وجزء ذيلي. شوفوا هنا هذا التنقيط الأحمر راح ينقسم من الجنين بهذه الطريقة. بالمرحلة الأولى أخذناه بهذه الطريقة الانقسام ساجيتال، هسه ترانسفيرس سكشن راح ينزل البلين ويقسم لنا الجنين إلى جهة عليا وجهة سفلى، وراح نشوف شنو اللي يصير بهاي المستوى. نفس الفكرة نفس الفكرة، هذا هنا الجنين يتكون من 3 طبقات، الطبقة الأولى إكتوديرم، الطبقة الثانية ميزوديرم، والثالثة إندوديرم. التجويف الأعلى من عنده هو أمنيوتيك كافيتي اللي قابل الإكتوديرم، والتجويف الأسفل هو اليوكساك أو الديفينيتيف يوكساك اللي قابل الإندوديرم. قبل شوية ما شفنا النوتوكورد باعتبار السكشن كان ساجيتال، كان يمر أصلا بالنوتوكورد فما شفناه، بينما الترانسفيرس سكشن راح يخلينا نشوف النوتوكورد، هاي النقطة السوداء اللي تفصل لنا الميزوديرم إلى يمين ويسار، والميزوديرم بعدين راح ينقسم إلى باراكزيال وانترميديت ولاترال بليت، واللاترال بليت نفسها راح تبدأ تنقسم انقسامين سوماتيك وسبلانكنيك حتى تكون لنا بيناتها تجويف داخل الجنين. هاي المرحلة الأولى. هنا راح يصير شنو؟ راح نشوف اللاترال فولدينج. إذا سوينا، هاي مهمة، إذا سوينا ساجيتال سكشن نشوف شنو؟ سيفالو كودال فولدينج. سيفالو كودال فولدينج بالساجيتال سكشن. إذا سوينا ترانسفيرس سكشن بالجنين راح نشوف اللاترال فولدينج، يعني اليمين، جهة اليمين واليسار. يشوفون هسه اثناء الفولدينج راح يبدي الفولدينج هذا جاي يتكون لنا هنا النيورال، نيورال تيشو، نيورال تيوب جاي يصير جروف، وهذا الاسود الامنيوتيك، سوري، الكورون، النوتوكورد، النقطه السوداء، وهاي اللي صار هو النيورال تيوب اللي راح يسوي لنا النيرفس سيستم. لاحقا يستمر اللاترال فولدنج، يستمر اللاترال فولدنج، ونفس اللي صار بالساجيتال سكشن بالسيفالوكودال فولدنج راح يصير ايضا وين؟ باللاترال فولدنج. وراح يذكرنا بهذا بتركيب الجزلان، راح كانما خيط ينجر وتتكون الكيس، ينتهي الى يصير لنا كيس واحد ويحاط بنوع واحد من النسيج اللي هو الاكتوديرم. فشوفوا استمر هذا الفولدنج اللي هو اللاترال فولدنج، جهه اليمين وجهه اليسار. اريدكم تنتبهون هنا ايضا تشوفون نفس الفكره، الامنيوتيك كافيتي الاكتوديرم راح يحيط بكل الجنين، والامنيوتيك كافيتي اللي كانت فقط تقابل الاكتوديرم راح تحيط ايضا بكل الجنين. الاندوديرم اللي كان مقابل للديفينيتيف يوكساك راح يبدي يتضيق اتصاله باليوكساك شيء فشيء بسبب هذا الفولدنج. زين، وانتبهوا لي الى شيء اخر يعني خارج الفولدنج حتى تذكير بالمحاضره السابقه. شوفوا الميزوديرم شو تقسم الى برا اكزيال ميزوديرم، اول مره كان نون سيجمنتد قطعه واحده، وبعدين صارت سيجمنتيشن بيها اللي سميناها سومايت، بعدين انترميديت ميزوديرم، وبعدين لاترال بليت ميزوديرم. شوفوا هنا لاترال بليت ميزوديرم بدات تنقسم الى قسمين، قسم سوماتيك وقسم سبلانكنيك، يعني سوماتيك جسمي وسبلانكنيك او فيزرال حشوي، وبينات التجويف هنا صغير، هنا جاي نشوف التجويف بدا يكبر. هذا الجزء من اللاترال بليت ميزوديرم هو السوماتيك، وهذا الجزء اللي قريب من الاندوديرم راح يصير السبلانكنيك والفيزرال، وهذا التجويف اللي بيناتهم هو اللي راح يكون مستقبل الانترا امبريونيك كافيتيز. شوفوا هاي الصوره، هنا زاد الفولدنج اللاترال فولدنج، الاكتوديرم كتقريبا يحيط بكل الجنين، الامنيوتيك كافيتي تحيط بكل الجنين، الامنيوتيك كافيتي جاي تقلل شيئا فشيئا الاتصال بين الاندوديرم اللون الاصفر والديفينيتيف يوكساك، تنتهي بهاي الصوره. وايضا شوفوا هنا مثل ما قلنا، هاي هسه هاي اللي هي سوماتيك ميزوديرم، هذا السوماتيك ميزوديرم،
وهاي هنا سبلانكنيك ميزودرم، هاي سبلانكنيك ميزودرم، وهذا التجويف، هذا التجويف هو التجويف الانترا امبريونيك كافيتي اللي راح يصير بالمنطقة الصدرية التجويف الصدري، بالمنطقة البطنية التجويف البطني، والحوضية التجويف الحوضي. انتهت اللاترال فولدنج، انه الاكتوديرم يحيط بتمام جسم الجنين، هاي واحد. الامنيوتيك كافيتي اللي كانت تقابل فقط الاكتوديرم راح تحيط بتمام الجنين ايضا، هاي التجويف. هاي هنا النيورال تيوب، وهذا منه الكورد، وهذا الميزوديرم اللي انقسم الى هذا الجزء الخارجي اللي تحت الاكتوديرم سميناه السوماتيك، اللي راح يشارك بتكوين عضلات الجسم الخارجية، وهذا الجزء الداخلي اللي هو سبلانكنيك راح يحيط بهذا التيوب اللي يتكون من التجويف مبطن بالاندوديرم، وهذا اللي راح يسوي لنا الجت تيوب، وال يعني الجي اي تي اللون الاصفر هو بطانه الابيثيليوم اللي راح يسوي يعني يسوي الجت، واللون الاحمر هو العضلات اللي موجوده بالجت. والتجويف بين السوماتيك والسبلانكنيك هو الامبريونيك كافيتي، هذا هو التجويف البطني او الصدري او الحوضي. هذا الفولدنج اذن جدا مهم، مكان ما كان الجسم الجنين يتكون من فقط 3 طبقات عباره عن ديسك، فالسيفالوكودال فولدنج واللاترال فولدنج خلانا جسم الجنين هو جسم شبيه بجسم الانسان المستقبلي طبعا بدائي. إذن الفولدنج مسألة جدا جدا مهمة ولها تبعات مهمة، وما يتكون جسم إذا ما صار فولدنج. إذن بالنهاية what folding achieves، إيش راح يسوي لنا الفولدنج؟ draws together the margins of the disc، لأنه حافات الديسك راح تنتهي إلى يعني تنجمع، مثل ما شفنا مسألة الجزلان شلون تنجمع، ومسألة الظرف شلون يتطبق سيفالوكودال ولاترال، انجمعت اطراف هذا الديسك. بعد شنو راح يعني ايش يخلق لنا او ايش راح يسوي لنا هذا يعني من تتجمع هذه الاطراف يعني بهيمنه الاكتوديرم راح هي تحيط بكل الجنين، creating a ventral body wall، باعتبار انه الديسك من راح يبدي فولدنج سيفالوكودال ولاترال راح يسوي لنا الجزء الامامي من الجسم اللي هو راح تنجمع بكل هاي الاطراف وتلتقي. بعد pulling amniotic membrane around the disc، amniotic membrane والamniotic cavity اللي كانت فقط موجودة على الاكتوديرم راح تصير وين؟ راح تصير تحيط بكل الجنين، وفقط اتصال الاندوديرم اللي كان مفتوح على الديفينيتيف يوك ساك راح فقط يتصل بها خلال قناة ضيقة. راح نسمي هاي القناة الضيقة اللي تربط هذا الجنين فقط باليوكساك، واللي تربطه بالالتر سيل ماس كونكتنج ستاك، كونكتنج ستاك، هذا الكونكتنج ستاك اللي هو بالمستقبل راح يسوي لنا جزء من عند الامبلايكال كورد الحبل السري. Also create a primordium of the gut، قبل شوية شفتوها هاي الدائرة الجت، انه شلون تكون الاندوديرم، كان طبقه من نفتر صار لنا تيوب، صار سواء بطانه الجت يعني بطانه الجهاز الهضمي، زين سوانا منه الاندوديرم بسبب هذا الفولدنج. also create primordium of the gut puts the heart and the primordium of the diaphragm in the right place، يعني الهارت اللي انتم ان شاء الله تاخذوه بالسنه القادمه بتيسر رب العالمين راح تعرفون انه راح يتكون امام منطقه الباكو فرنجيال ميمبرين اللي هي الفتحه المستقبليه للفم، فشون يجي للمنطقه الصدريه بسبب سيفالو فولدنج، سيفالو كودال فولدنج، فكانت هي امام منطقه الفم بسبب هذا الفولدنج راح تصير اسفل هاي المنطقه وتجي للمنطقه الصدريه، وذلك الدايفرام الجهاز الحجاب الحاجز، وراح تتكون نيو كافيتي داخل الجنين مثل ما شرحناها اللي هي انترا امبريونيك كافيتي بسبب فراغ او التجويف اللي بين من وبين من اللاترال بليت ميزوديم اللي هي صارت سوماتيك وسبلانكنيك ميزوديم. In the other words we begin to see a recognizable body form، كان ديسك عبارة الجنين عن ديسك، الآن راح يكون recognizable body form، راح يصير شكله جسم
واضح المعالم تقريبا اللي هو هذا الجنين بسبب الفولدنج، هاي التراكيب اللي تشبه الى حد كبير التراكيب المستقبليه للجسم. اذا نهايه الاسبوع الرابع، يعني راح نلخص اللي اخذناه بالمحاضرات السابقه وهاي المحاضره، صار لنا النيوروليشن وتكون النيورال تيوب، فورميشن اوف برايمورديال اوف نيرفس سيستم، صار لنا الاورجنايزيشن اوف ميزوديرم، بارا اكزيال ميزوديرم والسومايت مالتها، الانترميديت ميزوديرم اند اتس ديريفاتيفز، لاترال بليت ميزوديرم اللي راح تنقسم وتسوي لنا سوماتيك لاير وسبلانكنيك او فيزرال لاير وتحصر بيناتها الانترا امبريونيك كافيتي، سوي لنا السومايت والسيجمنتيشن، يعني اللي صارت السومايت يعني السيجمنتيشن هي التفصص مكان ما كانت قطعة واحدة. Putting it all together at the end of the fourth week the nervous system has started to form. Segments have appeared assigning specific tasks to specific cells. يعني راح تتقسم الأعمال، تتقسم كل مجموعة خلايا لها عمل معين وديريفيتيف معين، مثل ما قلنا السومايت ديرمو مايوتوم وسكليروتوم، بعدين ديرموتوم مايوتوم سكليروتوم، تنطينا العضلات في المنطقة المعينة والعظام والأدمة الجلد. The embryo has folded، راح يصير عندنا two foldings، cephalocaudal folding and lateral folding, putting everything it in its right place، حتى يخلينا جسم الجنين يتكون بصورة صحيحة وكل شيء يأخذ موقعه المناسب. توينينج، قبل لا نروح للتوينينج أذكركم فقط بالحضور، راح هسه أخليه دزيت لكم رابط تسجيل الحضور، أرجو أنهم يسجلون الحضور ونعود لمحاضرتنا. الآن نتكلم عن التوينينج. التوينينج هو التوأم. خلصنا تقريبا الأساسيات فيما يخص Early Embryonic Development. المحاضرة الأولى تكوننا من الشيء المهم اللي هو البلاسنتا وشلون راح تتكون والأوتر سيل ماس وانقساماته. المحاضرة الثانية شلون الإمبريونيك ديسك تكون، تكون لنا بالبداية تو لايرز بايلامينر جيرم ديسك، والأسبوع الثالث صار بأهم حالة اللي هي أهم عملية هي الجاستروليشن اللي هي تكوين 3 جيرم لايرز، إكتوديرم ميزوديرم إندوديرم، وعرفنا أنه كل طبقة راح تنطي give rise أو derived from it a specific part of the body, specific organs, specific tissue cells of the body من الإكتوديرم والميزوديرم والإندوديرم، وبالذات تفاصيل الميزوديرم لان راح تصير له انقسامات متعدده تقريبا معقده نوعا ما. اكمالا لهذا الامر تكلمنا عن نهايه الاسبوع الثاني راح يصير اكو شيء اسمه بريجننسي تيست اللي يكشف لنا الحمل، يعتمد على هرمون يفرز من السنسيشيو تروفوبلاست اللي هو ال HCG هيومن كوريونيك جونادوتروبين. وتكلمنا عن شيء مهم هو الفولدنج، شلون هاي الثلاث طبقات البسك تكون لنا الجسم هو بسبب الفولدنج، عندنا تو فولدنج سيفالو كودال فولدنج، جهه راسيه وذيليه، التفاف او طيه راسيه ذيليه، ولاترال فولدنج، واخذناها اذا سوينا ساجيتال سكشن حتى تكون واضح السيفالو كودال فولدنج. ساجيتال سكشن يقسم لنا الديسك الى رايت اند ليفت، بعدين سوينا ترانسفيرس سكشن حتى نشوف اللاترال فولدنج واللي يقسم الامبريونيك ديسك الى اعلى واسفل ابر اند لور، وشفنا شلون الفولد صار وشلون الاكتوديرم اللي كان طبقه راح تحيط بكل الجسم وتوصل بطيات، وشلون الاندوديرم اللي كان عباره عن طبقه انتهى به المطاف انه يكون على شكل تيوب بسبب هذا الفولدنج، وشلون انه الامنيوتيك كافيتي اللي كان فقط يحيط بالاكتوديرم حاليا يحيط بالاكتوديرم ويحيط بكل الجنين، وبنهايه الفولدنج كل
يعني تقريبا شكل الجنين اصبح شكل الانسان المستقبلي. الان نتكلم عن التوينينج. التوينينج معناها التوأم. شلون يصير التوينينج؟ عندنا نوعين من التوينينج، دايزايجوتيك توينز اور فراترنال. دايزايجوتيك توين، داي معناها اثنين، زايجوتيك زايجوت اللي اخذناها زايجوت معناها اكو اثنين بويضات تلقحت كل بيضة بسبرم، فصار عندنا داي زايجوتيك توينز اور فراترنال، اخوية اخوية، يعني التوأم الاخوي مو المتماثل. اللي يصير شنو؟ المرأة بالحالة الطبيعية بشكل عام كل شهر تطلق بويضة واحدة. في بعض الأحيان وخاصة بهالفترات هاي اللي بيها محفزات إباضة، أدوية محفزات إباضة، من الممكن أنه تطلق أكثر من بويضة. فاحتمالية أنه تتلقح هاي البويضتين أو حتى الأكثر من بويضتين راح تكون عالية. مكان ما يصير عندنا جنين يتكون من بويضة واحدة راح تنزل لنا بيضة ثانية أو حتى ثالثة، وتتلقح كل بويضة بسبام مختلف عن الأخرى وتكون جنين كأنما يعني لحالة، كأنما لحالة. فلذلك سميناها الدايزايجوتيك توين أو فراترنال، أخوية مو متماثلة. So منين يجي هذا؟ result from simultaneous shedding of two oocytes، يعني بنفس الوقت راح تصير إباضة لبويضتين مو بويضة واحدة. and fertilization by different spermatozoa، وكل بويضة هاي راح يصير بها fertilization بسبرم مختلف عن الأخرى. سبرم هو يعني هو نطفة، وسبرماتوزوا يعني السبرم نطفة وجمعها سبرمز، سبرماتوزون او او ان نطفة أيضا وجمعها سبرماتوزوا. أوكي، نفس العبارة. فكل أوسايت، كل بويضة راح تتلقح سبرماتوزون خاص يعني يختلف عن الأخرى، راح ينشئ إن two zygotes have totally different genetic constitutions. طبعا هنا مختلف تماما الجينيتيك بين الوحده والاخرى، وحتى السكس، يعني ممكن اثنين هم ميل، ممكن اثنين هم فيميل، ممكن ميل وفيميل، اعتمادا على السبرم اللي اجى وسوى فيرتلايزيشن، هل هو يحمل اكس او يحمل واي. فالجينيتيك ماتيريال بين ذولا صحيح توائم وراح ينمون في نفس الوقت بنفس بطانه الرحم، ولكن كل واحد يختلف عن الاخر بالجينيتيك ماتيريال، لان كل واحد جاي من بويضه مختلفه وسبرم مختلف. Each develop its own placenta, amnion and chorion sac. هنا هاي انتبهوا له. كل واحد من عندهم يعني ذول الاجنه راح يصير له البلاسنتا الخاصه له، راح يصير له الامنيوتيك كافيتي الخاصه به، وراح يصير يسوي لنا الكوريونيك ساك الخاص به. ما مشتركات، لان راح بنوصل للمونوزايجوتيك توين، لا راح تصير حسب فتره الانقسام ممكن يصير شيرنج بهاي التراكيب. فعندنا ثلاث تراكيب رئيسيه، بلاسنتا، امنيون، وكوريون. زين، نتصورها كانما عندنا تو زايجوتس، كل زايجوت راح ينمو على جهه، راح يصير للانر سيل ماس الخاصه بي والاوتر سيل ماس الخاصه بي. كل جنين راح يصير بي اميوتيك كافيتي مالته واليوكساك والكوريونيك كافيتي، وبسبب الفولدنج اللي راح يصير قبل شوي شرحناه، الاميوتيك كافيتي هي راح تحيط بكل الجنين بسبب الفولدنج، وراح تكبر وتملين كل الكوريونيك كافيتي. فاحنا اليوم 13 او 14 الكوريونيك كافيتي هي الاكبر، بسبب الفولدنج راح الاميوتيك كافيتي هي راح تصير اكبر. فتشوفوا هنا هسه بالنهايه كل جنين، كل جنين له بلاسنتا خاص وله امنيوتيك كافيتي خاص اللي هو ملا الكوريونيك كافيتي الخاص مالته. بعض الاحيان اذا يعني شوف ان وصلنا هنا بالنهايه الى نوعين، كل واحد بلاسنتا، مثلا واحد بالانتيريور وول اوف ذا يوترس وواحده بالبوستيريور وول. بينما ممكن مرات بعض الاحيان مكان الامبلانتيشن يكون قريب، مكان الامبلانتيشن يكون قريب، فراح كانما فيوزد بلاسنتا، يعني البلاسنتا مال احد الاجنه يتصل مع البلاسنتا الاخرى، فكانما تكون بلاسنتا واحده. هي بالحقيقه مو بلاسنتا واحده، بس لان الامبلانتيشن مكان التعشش والانغماس والاندغام والعلوق هو قريب بين الاجنه، فراح شي يصير كانما من تكبر تصير بلاسنتا واحده.
فهي بالحقيقة مو بلاسنتا واحدة، لكل جنين راح إله بلاسنتا خاصة، كل جنين إله أمنيوني خاص ومبطنة لكوريونيك كافيتي خاص. هذا فيما يخص منه الدايزايغوتيك توين. نجي للمونوزايغوتيك توين أور ايدنتيكال، هناك سميناها دايزايغوتيك باعتبار تو أوسايت تو سبرماتوزوا، سميناها فراترنال أخوية باعتبارها مو متماثلة مو ايدنتيكال. أما هنسي أكو نوع آخر من التوينينج، نوع آخر من التوأم، هو مونوزايغوتيك، هو زايغوت واحد بويضة واحدة خصبها سبرم واحد، بس أثناء انقساماتها الخلوية نفس البلاستوميرز خلاياها راح تنقسم إلى جنينين مختلفين، طبعا هاي تتحكم بها الجينيتيك. What develops from a single fertilized ovum. زين، حسب مثل ما قلنا هناك بالفراترنال أو الدايزايغوتيك كل جنين إلى البلاسنتا الخاصة والأمنيوتيك كافيتي الخاص والكوريونيك كافيتي الخاص. اما فيما يخص المونوزايغوتيك توينز لا، راح تختلف المساله، تعتمد على شنو؟ انه شو وقت قرر هذا الجنين يصير جنينين؟ شو وقت صار بي ديسيجن انه هذا الجنين بمكان ما ينمو جنين واحد يصير جنينين؟ اذا كان سبليتنج للجنينين اكر ات تو سيل ستيج، يعني اول ما انقسم الزايغوت كل خليه من خلايا كل بلاستومير من عند ذن الاثنين التو سيل ستيج اللي هي بالدي 2 اوف ديفلوبمنت اذا تذكرون، لان الدي 1 هو راح يصير بي الفرتلايزيشن، دي 2 راح يبدا الانقسام يعني بعد 30 ساعه من الفرتلايزيشن، اول ما انقسم كل خليه من عندهن راح تنمو على شكل جنين. فهنا بهالحاله شنو؟ ايتش امبريو هاد هاز اتس اون بلاسنتا اون امنيوتيك كافيتي اند اتس اون كوريونيك كافيتي. يعني هنا اذا الانقسام صار بالزايكوت كانما يشبه تراكيب الخارجيه المن للدايزايكوت، الى البلاسنتا الخاص بي، الى الكوريونيك كافيتي الخاص بي، والى الامنيوتيك كافيتي الخاص بي. هذا شو وقت اذا كان السبليتنج ات تو سيل ستيج. زين، طبعا هسه راح نوضحها بالصوره. اذا صار السبليتنج بالانر سيل ماس انتو تو كومبليتلي، شوفوا الكومبليتلي هنا سويتها بشكل مائل حتى تكون واضحه، لان الثالث هم بالانر سيل ماس. هنا اذا كان الانفصال تام تماما، انفصلت تو لايرز هاي الانر سيل ماس بمكان ما كانت ماس واحده والمفروض تنمو الى جنين واحد، لا انقسمت الى صارت تو انر سيل ماسز، تو انر سيل ماسز سيبريتد فروم ايتش اذر، يعني اكو مسافه بين وحده واخرى. هنا التوينز شلون راح ينمو؟ The two embryos has a common have a common placenta. بالبداية قلنا كل واحد بالتو سيل ستيج كل واحد له بلاسنتا خاصة، كل واحد له أمنيوتيك كافيتي خاص، وكل واحد له كوريونيك كافيتي خاص. إذا الانر سيل ماس، لا الانقسام ما صار بالتو سيل ستيج، صار بالانر سيل ماس، يعني من صار عمر الجنين تقريبا خمسة أيام مو داي 2 داي 5، وانفصل الانر سيل ماس كومبليتلي، صارت مسافة بيناتهم، ايش راح يصير عندنا؟ الامبريوز اللي نمت راح يصير لها كومن بلاسنتا وكومن كوريونيك ساك بط سيبريت امنيوتيك كافيتي. يعني اذا عندنا كومن بلاسنتا شفناها من اثناء الولاده، شفنا بلاسنتا واحده وشفنا كوريونيك ممبرين واحد وشفنا كل جنين مو محاط بامنيوتيك كافيتي، فهذا نوع شو وقت صار الديفيجن؟ اذا اسال اجيب مثلا سيناريو، يابا اول ما انولد التوأم هذا شفنا بلاسنتا وحده وشفنا كوريون واحد وشفنا كل جنين محاط بامنيوتيك كافيتي، اتوقع لي شو وقت صار الانفصال بالتهم؟ هل هو بالتو سيل ستيج بالانر سيل ماس مع كومبليت ديفيجن، انر سيل ماس مع انكومبليت ديفيجن، لو مثلا بال فتره البريميتيف ستريك؟ فهذا السيناريو شو يقول لك؟ انه لا، صار انر سيل ماس وذ كومبليت سيبريشن. اذا اقول لك هو مونوزايغوتيك تون، سوينا لهم دي ان اي متماثل ولهم كومن بلاسنتا خاصه، كومن بلاسنتا وامنيوتيك كافيتي، سوري تو بلاسنتا تو امنيوتيك كافيتي كوريونيك كافيتي، هذا بالضبط حاله حال الدايزايغوتيك. شنو اللي يعني يقول لنا انه هذا مونوزايغوتيك مو دايزايغوتيك؟ اول شيء تشابه السكس ممكن ينطينا احتمال، مو اكيد، احتمال انه هذا مونو، والامر الاخر هو تشابه الجينيتيك ماتيريال، اذا درسنا الجينيتيك ماتيريال مالتهم راح نلقاها متشابهه، بينما بالدايزايغوتيك توينز لا، غير متشابهه الجينيتيك ماتيريال.
هذا النوع الثاني. النوع الثالث هم الانر سيل ماس، هم باليوم الخامس، هم داي 5 راح يصير هذا الانقسام ات ليت ستيج بوت اوف وذاوت كومبليت سيبريشن، يعني ما راح يصير انفصال تام بين ذن الجزئين من الانر سيل ماس. فايش راح ينتج لنا هنا؟ راح ينتج جنين عنده كمان بلاسنتا، كمان امنيوتيك كافيتي، وكمان كوريونيك كافيتي. اثنين هم عندهم بلاسنتا واحده، كوريونيك كافيتي واحد، وامنيوتيك كافيتي واحد. هاي السيناريو الثالث. السيناريو الاخير اذا صار الانقسام بمرحله البريمتيف ستريك بالاسبوع الثالث، هذا هنا راح ينطينا الكونجوينت توينز، السياميان توينز، التوائم المتلاصقه. هسه هذا الرسم التوضيحي مثل ان ثلاث حالات، مو ما نتكلم عن السيامين، نتكلم عن ثلاث حالات. اذا صار بدت كل خليه من ذن التوصل جنين، فراح يصير عندنا تو بلاستوسيست، كل بلاستوسيست الى تفاصيله بالضبط تشبه الدايزايغوتيك تون. اذا شنو المونوزايغوتيك تون اللي يشبه الدايزايغوتيك تون بيا سيناريو؟ السيناريو اللي هو كل خليه يعني انقسم من الخلايا من اول انقسام day 2 of development، وراح نشوف هنا الاجنه بالنهايه كل واحد له البلاسنتا الخاصه والكوريون الخاص والامنيوتيك كافيتي الخاصه. السيناريو الاخر الثاني، وجاي يشوفون اكو تجويف، يعني اكو فراغ بين الماس الاولى والماس الثانيه، فتو ماسس. فهنا شنو اللي راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا جنين عند كمان بلاسنتا، شوفوا جنين كمان بلاسنتا وكمان كوريون، كوريون واحد، بس كل جنين وين؟ بامنيوتيك كافيتي خاص بي. هذا اذا صار كومبليت سيبريشن. اذا ايضا باليوم الخامس بس ما صار كومبليت سيبريشن، هنا راح يصير بالنهايه كمان بلاسنتا وكمان كوريون وكمان امنيون، شوفوا ماكو فاصل بيناتهم. فهنا هذا معناه وين صار الانفصال؟ صار داي 5 but not complete separation of inner cell mass. اذا اما day 2 سير separation، فراح ينطينا كل واحد الى بلاسنتا خاصه وكوريون خاص وامنيوتيك كافيتي خاصه، او يصير بالday 5. day 5 اما complete separation، فراح ينطينا بلاسنتا خاصه وكوريون بلاسنتا عامه كوريون عام، وكل واحد الى امنيوتيك كافيتي خاص، او لا ايضا باليوم الخامس بس ما يصير separation بيناتهم. فهنا راح يصير لنا كمان بلاسنتا، كمان كوريون، وكمان امنيوتيك كافيتي. هاي ثلاث سيناريوهات اللي راح تنطينا اجنه طبيعيه. النوع الرابع اذا صار الانقسام بالبريمتيف ستريك، راح يصير كونجويند توينز اللي هي التوائم المتلاصقه. والكونجويند توينز كان بي سيبريتد اف ذي هاف نو فايتال بارتس كومن بتوين ذم. خلصنا التوينينجز، وتصور يعني كان شيق الكلام عن التوينينج. نتكلم عن اخر موضوع وجدا مهم، هذا الموضوع هو التيراتولوجي. التيراتولوجي علم التشوهات الولاديه. ديفينيشن، شوف نتكلم عن تعاريف. من اقول بيرث ديفكت معناها تشوهات ولاديه، من اقول كونجينيتال مالفورميشن ايضا اقصد تشوهات ولاديه، من اقول كونجينيتال انومالي ايضا اقصد تشوهات ولاديه. هاي المصطلحات الثلاثه بيرث ديفكت، كونجينيتال مالفورميشن، وكونجينيتال انومالي كلها سينونيمس تيرمز، يعني معناها لها نفس المعنى. شنو يعني تعريفها؟ اذا اكو ستراكشرال تركيبي، بيهيفيورال سلوكي، فانكشنال وظيفي، اند ميتابوليك ايضي ديس اوردر، يعني ديس اوردر عدم انتظام او خلل present at birth. اي خلل يظهر بعد الولاده، خلل تركيبي، خلل وظيفي، خلل سلوكي، او خلل ايضي ظهر لنا بعد الولاده، نسميه تشوه ولادي او خلل ولادي، birth defect، congenital malformation او congenital anomaly. تعريفه شنو الكونجنتال انومالي او البيرث ديفكت او الكونجنتال مالفورميشن؟ هو ستراكشرال بيهيفيورال فانكشنال اند ميتابوليك ديس اوردرز بريزنت ات بيرث. نسميها تشوهات ولاديه، ما نسميها وراثيه، لان ممكن جزء منها وراثي وجزء الاخر مو وراثي. هسه راح نشوف الاسباب. زين، العلم اللي يدرس هاي التشوهات الوراثيه شو نسميه؟ تيراتولوجي. منين جاي اسمه؟ جاي من جريك وورد اسمها تيراتوز. طبعا هو شويه يعني
قاسي هذا التعبير، بس هذا مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح، جاي من تعبير تيراتوس. تيراتوس كلمة يونانية معناها مونستر، معناها وحش، يعني أخذوها بسبب التشوه الشكلي غالبا، الستركتشرال، ما أخذوها على باقي التشوهات الأخرى. بس المهم هو اصطلاح، مش كاصطلاح اسمه تيراتولوجي. الدرس العلم اللي يدرس البيرث ديفكتس هو تيراتولوجي، العلم اللي يدرس البيرث ديفكتس أو كونجينيتال مال فورميشن أو كونجينيتال أنومالي هو سميه شنو؟ تيراتولوجي. هن شنو البيرث ديفكتس، كونجينيتال مال فورميشن، كونجينيتال أنومالي؟ تعريفهن هن اني ستركتشرال اور بيهيفيورال اور فانكشنال اور ميتابوليك ديس اوردر present at birth. زين، هنا تيراتو جينيسيس، انتبهوا للمصطلحات. يعني عندنا البيرث ديفكت والكونجينيتال مال فورميشن والكونجينيتال انومالي، يعني سينونيموس، مترادفات، ومعناها اني ستراكشرال بيهيفيورال فانكشنال اور ميتابوليك ديس اوردرز present at birth. وعندنا التيراتولوجي هو العلم اللي يدرس هاي البيرث ديفكتس او الكونجينيتال انوماليز او الكونجينيتال مال فورميشن. الان تيراتو جينيسيس، هذا تيراتو تشوهات، جينيسيس تكوين، راح ندرس شلون تتكون هاي التشوهات. اذا شنو تعريف التيراتو جينيسيس؟ هي بروسيس ثرو ويتش ذا نورمال امبريونيك ديفلوبمنت از ديسربتد، لذلك راح ينطينا ديس اوردر، اما فانكشنال ديس اوردر او بيهيفيورال ديس اوردر او ستراكشرال ديس اوردر او ميتابوليك ديس اوردر. شو نسمي هذا البروسيس through which normal embryonic development disrupted؟ نسميها تيراتو جينيسيس، تكوين التشوه. زين، and the agent cause it، يعني العامل اللي سبب هذا الابنورمال او الديسربشن بالنورمال ديفلوبمنت نسميه تيراتو جين. هذا التيراتو جين ممكن جينيتيك، ممكن انفايرمنتال، وات ايفر ات. هنا مهم، from week 3 to week 8 is the period most sensitive to teratogenic insult. الفترة بين الأسبوع الثالث للأسبوع الثامن اللي سميناها إذا تتذكرون بالمحاضرة السابقة organogenesis، فترة تكون الأعضاء، هي أكثر فترة حساسة للteratogenic insult، لهذه العوامل اللي ممكن تسبب لنا disruption of normal development. ليش بهاي الفترة بالذات؟ لأن هاي الفترة بالذات جدا التطورات سريعة، سريعه جدا تطورات الديفلوبمنت اللي هي الجروث والمورفوجينيسيس والديفرنشيشن، جدا سريعه هاي التطورات، واي شيء سريع ممكن يتعرض بصوره اكثر الى مشاكل. اذا اشبهها، اذا واحد من عندنا جاي يركض وواحد يدفعه، الوقعه مالته كلش قويه، بينما اذا واحد يمشي ويدفعه ما راح تصير الوقعه مثل ما انت كنت تركض وواحد مثلا دفعك. ف سرعة التغيرات اللي تصير بهالأسابيع، فترة الإمبريونيك بيريود من الثلاثة للثمان أسابيع، سرعة هاي التطورات اللي تصير بالجنين هي السبب أنه تكون فترة حساسة جدا لأي تيراتوجينيك إنسلت، لأي تيراتوجين. Each organ system بالإضافة لهاي الفترة، بالإضافة للفترة من ثلاثة أسابيع إلى ثمان أسابيع، كل organ system مثلا respiratory system، nervous system، cardiovascular system، gastrointestinal system، كل فترة إلها أو كل جزء أو حتى كل أورجان، ممكن العين أو الأنف أو الأذن أو الفم أو القلب، إلى فترة خاصة أخرى غير هاي الفترة 3 إلى 8 بيها اسمها sensitive window، أيضا تكون التطورات بيها أسرع من المعتاد بغير أورجان أو غير سيستم، فراح أيضا يكون معرض بهاي الفترة الخاصة غير الثلاثة إلى ثمان أسابيع، فترة خاصة يكون sensitive window، أيضا حساس بصورة أكبر للتيراتوجينيك insult. سميناها هاي المرحلة غير الثلاثة إلى ثمان أسابيع سميناها sensitive window، معنى هي particular period of embryonic development for specific organ أو specific tissue أو specific system where the rapid development occur and so more يعني شو نسميها more susceptible، قابل لمن؟ للتيراتوجينيك انفكت، تيراتوجينيك افكت، سميناها هاي sensitive window. هذا للاطلاع، يوضح لنا انه كل جزء من اجزاء الجسم او انسجته لها فتره خاصه حسب اسابيعها تكون بيها sensitive اكثر من غيرها من الاعضاء. جاي تشوفون انتم، شوفوا النيرفس سيستم تقريبا على طول الخط هو منه معرض للمشاكل، غير يعني مو مثل باقي الاعضاء الجسم، لانه يبدي من البدايه، تشوفون بدا بالاسبوع الثالث تقريبا النيورال تيوب، ويبدي يستمر حتى بعد الولاده تكوين النيرفس سيستم،
لذلك هو معرض أكثر من غيره من الأعضاء الجسم للتشوهات الولادية. Causes of teratogenic effect، شنو أسباب التيراتوجينيك effect؟ 40 إلى 60% هي unknown، يصير birth defect بس ما معروف السبب، وهي يعني نسبة جدا عالية، لحد الآن ما معروف 40 إلى 60% من الحالات ما معروف السبب. 15% السبب هو genetic، أما كروموسومز أو ميوتيشن، يعني كروموسوم تغير عددي أو تركيبي بالكروموسومات، translocation أو translocation inversion deletion، أو جينيتيك يعني على مستوى الجين اللي هو ميوتيشن طفرات. ف15% من الحالات سببها جينيتيك، 10% من الحالات سببها environmental أما infectious agent، يعني مثلا سامعين داء المقوسات أو داء القطط ممكن يسبب مشاكل أو غيره، أو ممكن الدراجز أدوية ممكن تسبب هاي المشاكل، أو ممكن تعرض إلى إكس راي أو راديشن، هاي نسميها environmental factors 10%. multi factorial inheritance، هنا راح يصير combination بين الجينيتيك والانفيرومنتال، يعني الجينيتيك وحدها مو كافية أنه تسبب المشكلة إلا إذا تهيأت ظروف خاصة environmental بيئية حتى تسبب لنا المشكلة. هاي 20 إلى 25% من الحالات. إذن unknown 40 إلى 60%، pure genetic 15%، pure environmental 10%، multifactorial inheritance اللي هي combination بين الجينيتيك والانفيرومنتال 20 إلى 25%، وآخر شيء التويننج نص إلى 1%. هنا التويننج يعني خليناها من ضمن الابنورمال بيرث ديفكت، باعتبار التويننج مو حالة طبيعية. الحالة الطبيعية للحمل هي سنجل تون، جنين واحد. التويننج هي حالة غير طبيعية، بغض النظر ماكو مشاكل ظاهرية، بس احتمالات المشاكل راح تزيد، احتمالات الولادة المبكرة تزيد، احتمالات المشاكل بين نفس الأجنة تزيد. فلذلك التويننج خلينا واحد من أسباب، مو لازم، احتمال واحد من أسباب تيراتوجينيك افكت. هاي الجداول راح نتكلم عنها إن شاء الله بصورة مختصرة. كل سنة أنا أطلب منها يعني بعض الأمور تنحفظ. فإحنا قلنا الكونجينيتال مارفو تيراتوجين نوعه، مثلا هنا انفكشيوس، الروبلة هي الحصبة الألمانية، ممكن تسوي كاتاراكت، جلوكوما، هارت ديفكت، ديفنس، توث ابنورماليتيز. الروبلا فيروس قل بشكل كبير التيراتوجينيك افكت مالتها، بسبب القلة مالته هو انه يعني اللقاحات متواجدة بصورة جدا كبيرة، وهي خاصة اذا تتذكرون البنات بالفترة المتوسطة اجوا سووا لكم لقاح عنه. فالروبلا بسبب وجود لقاحات قلت المشاكل اللي بيها. عندنا بعد توكسوبلازموسيس، داء المقوسات او داء المشهور بداء القطط، ممكن يسوي هادروسيفلاس، سيربرال كالسيفيكيشن، مايكروثالميا. واهم نقطه به هو السيربرال، مو سيربيلر، سيربرال كالسيفيكيشن، اللي هو فقط بالتوكسوبلازموسيس يصير، يعني فتح حاله خاصه بالتوكسوبلازموسيس. وايضا هنا باقي الانفكشيوس ايجنت، فانا تكلمت عن الروبيلا وعن التوكسوبلازما، هذا يعني معناها مطلوب. فيزيكال ايجنت، اكو اكس راي، ممكن نسوي مايكروسيفالي، سباينا بيفيدا، كليفت باليت، ليم ديفكت. الاكس راي اللي هي اشعه اكس. هايبرثيرميا، هنا جدا جدا مهمه الهايبرثيرميا. ليش مهمه؟ لان انه ممكن يصير انفكشن، يصير التهاب ببكتيريا معينه مثلا او فيروس معين، ويسبب ارتفاع درجه الحراره. ف يعني مو نفس البكتيريا هي اللي سببت لنا التيراتوجينيك افكت، ارتفاع درجه الحراره اللي سببتها البكتيريا هي نفسها تيراتوجينيك افكت. ومو بس ارتفاع درجه الحراره بسبب مرض، لا، ممكن مثلا اذا حامل وتروح الحمامات ساونا ايضا ممكن ترتفع التيراتوجينيك افكت، اذا تبقى لفترات طويله بحمامات حاره ايضا ممكن تسبب لنا تيراتوجينيك افكت. معناها هايبرثيرميا، نفس ارتفاع درجه الحراره، بغض النظر عن سببها بحد ذاته هو تيراتوجين، راح يسبب لنا تيراتوجينيك افكت. other chemical agents، ثاليدومايت، هذا الثاليدومايت هو اللي لفت الانتباه، كانوا يعتقدون العلماء سابقا انه الطفل يعني محمي بداخل البلاسنتا والرحم من التيراتوجينيك افكت، بينما هذا العلاج هو بالستينات كان ينوصف للحوامل، هذا يعني باعتبار الحامل سرعتها يعني الغثيان والتقيؤ، فهذا مضاد لهذه الامور. فانولدت اعداد كبيره من الاطفال ما عندهم اطراف
هاي خاصة بألمانيا. فهل من اجوا درسوا واخذوا هيستوري شافوا انه الناس اللي ماخذين ثاليدومايت هو هذا السبب، فلفت انتباه علم التيراتولوجي والثاليدومايت، وطبعا المنع انه مثلا ناخذ الحامل منع بات، لان يعني ديزاسترس هذا الثاليدومايت. وهاي ايضا بعض الادويه اللي تستخدم ببعض الامراض، مثلا هنا عندنا الايزوتينوين فيتامين اي، هاي جدا مهم باعتبار المراه فتره الولاده ممكن جدا تصير عندها اكني، اكني اي سي ان اي، اكني هي حب الشباب، فيمكن من تراجع طبيب يوصف لها دواء. من اهم واكثر الادويه فعاليه بعلاج حب الشباب هو الايزوتريتينوين اللي هو مستخلص من الفيتامين اي. بنفس الوقت هذا الايزوتريتينوين او الفيتامين اي هذا جدا جدا خطر، جدا بوتنت تيراتوجين، تيراتوجينيك افكتس عنده، يعني ممكن يسبب تشوهات، بحيث سموه وحده شوفوا هنا فيتامين اي امبريوباثي، وحده سوانا مشكل سمول ابنورمالي شيبت اير، ماندبولار هايبوبليجيا، كليفت بليت، هارد ديفكت. فلذلك جدا مهم، يعني مثلا انا اجيب لكم مثلا على سبيل المثال سيناريو انه وحده حامل او مو حامل من الزوجه حديثا وراحت الطبيب وطبيب جلديه بسبب الاكني وحب الشباب، فسالها هل حامل او لا؟ ليش سالها حامل او لا؟ لان يعني هو يريد ينطيها هذا الفيتامين، فيتامين اي، اذا عرفها حامل طبعا بدوزات عاليه جدا اكثر من الدوزات الطبيعيه. هذا الايزوتريتينوين والفيتامين اي كونترا انديكيتد، مستحيل ممكن يعطى الى امراه حامل او تخطط لحدوث حمل. الاورجانيك ميركوري الزئبق العضوي هذا ايضا مهم، لان مثلا بالدول الصناعيه مثل اليابان ترمى مخلفاتها بالبحار، فراح يتركز بالاسماك فتسبب التشوهات بالاجنه. ايضا درسوها وشافوا انه المسبب بسبب الاسماك اللي موجود بها تراكيز عاليه من الاورجانيك ميركوري. وصار عندنا حادثه بسبب الاورجانيك ميركوري بالعراق بالسبعينات، تصور كانت وزع حنطه او شعير معفر بهاي الماء حتى متى الوارض، الهدف منه وزعوه على الفلاحين حتى يزرعوه، هواي ناس استخدموه للاكل فسبب لنا نفس المشكله، يعني ايضا تسبب ولادات تشوهات اكون نيورولوجيكال سيمتومز، وهذا ايضا مذكور بالكتاب مساله اليابان ومساله العراق. وايضا الهرمونات ممكن تسبب مشاكل، الماتيرنال دايبيتس نفسه بحد ذاته اذا الام بها سكر اذا ما تنظم حاله السكر مالتها ممكن تسبب مشاكل، ماتيرنال اوبيسيتي السمنه ممكن ايضا تسبب مشاكل للجنين بسبب السمنه اللي تعاني منها الام. لحد الآن إن شاء الله انتهت المحاضرة، وآسف طولت عليكم، وإن شاء الله تكون واضحة، وأي سؤال أو استفسار إن شاء الله أنا جاهز للإجابة إليه، ولكن راح تبدي محاضرتكم This الأخرى. session is no longer being recorded. لذلك إن شاء الله أنا أستمع لأسئلتكم لاحقا على التليجرام، وأيضا أريدكم تنطوني إن شاء الله تنطوني على التليجرام موعد اللي اليوم أنزل الكويز، وإن شاء الله في الإرادة في أمان الله.